احمد يقول لا تصور، بس بيناتنا الحكي بعد ساعه اذا ما يقول صورني انا بعد ما احكي. وهسه رايحين للكليه من زمان ما رايحين، فرايحين نفطر. احمد علي بدا تغلط. ولا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناه، ما ابو غشير راح نوصل 2000 مشترك. احمد احمد شو لابس اسود انت؟ شنو حزين؟ علي من؟ والله شو لابسين اسود رايحين للكليه، ادري وين رايحين؟ زياره. وهسه رايحين ان شاء الله نشوف شو ذاك ابو سايبه وقف. عمي ما نصعد سايبه، احنا دربنا كيات. شوفوا الازدحام اليوم الوين؟ بكرعب ادقها مشي للكليه. اي والله. تعال تعال. اي لا لا تعال ادعمني تعال. على كلية ايش قد مشتاق ليش؟ طبعا بس لك احمد ما مشتاق لك. يلحون عزمونا على حفله التخرج، بس انا مع الاسف يعني معزوم على حفله التخرج قبلها بيوم بتكريت، فما لحق. حق حبيبي مشكور وتطير واحد غير يستفاد. اي والله. بس اقول لك سؤال، تعال. ها شنو قسمنا؟ شو سادينا؟ شنو نعبره تهريب؟ انباع والله؟ انباع القسم والله. ها بيتين انباع. بيوت لنا خمس بيوت، انباع بيتين مقدمين بيوت. بس وين نداومون الان؟ طلع منها على قسمنا منين بالتحليلات. شيني هاي والله، وهذا حكي ابو احمد رحيم تعرفه. والله الفيديو الحين شلون سويت يوم اليوم على اليوتيوب. شو بده يوم باكر؟ باكر بالدفعه. هاي زين ستوري انزلش بالفلوق. الله شاهد ثواني ما ادري شنو يصورين واحد هيك. ايش فيش بس بعد نظارات؟ اشتري نظاره واحده. ايه ترى ما اخلي شيء، اخليها ايش كامله بالفلوق. يلا مو تخابريني ابن عمي ابن خالي راح يشوف الفلوق يمسحها. احنا واقفين نادي ولدي ياخذون صور، ما ادري مكالي ما صور. ودكتور غسان قال انتظر راح ترزلكم على شنو ما اعرف، انا انتظر يغزلنا. ايش خبر؟ تهدل وادم هاي عن طلع المكان معجوز فطردونا. ما انه طردونا يعني اطلع ايدي فارقه شنو؟ شربت قلاص مي واخذت قلاصين. هاي يسمونه شلون يعني؟ رشوه. اي قالوا اقعد هنا بالشمس. خاف نسلم اقعد بالشمس انا، بس اطلع رشوه غير مكان. قول ما واكلك، قول هم قول احكي. قول ما والله والله شبعك والله. مره بس والله عملك. قولي ما عازمك شلون؟ انت ما صورك بس راح اصور لك حتى خاف تقول ما عزمتك. واو. بس احمد اهم شيء احمد يشبع والله. هي مره بالسنه والله، ما قبل السنه مره بالسنه ولا مره خلاص. انت مسويها بحياتك؟ طبعا طبعا ما بس منزل هذا شو يسمونه بتيته. ايوه هم يسمونه هنا ما اعرف له تسميه ثانيه، بس هو شو اسمه؟ هو هذا هو بتيته يقول والله. والله بديت الله شاهد، بس هو يسمونها ما ادري تسميات على ما السوالف التعبانه. ليش ما تشتري لي؟ ما اشتري لي بالعزيمة. ما والله اقول لك والله يلا. ما اشرب ما اشرب ما اشرب يا ورده نورني. والله ما اشرب تجيبي اذا لي ما اشرب والله. لا ديو؟ ولا ديو، مو تونا شربنا احنا بالمطعم. بس راح نروح نحاسب. نورني يا ورده. هاي باميه والله زين، بامية بالفونوس. عشان هاي تعال تعال شو تحسين خاطرك كان؟ شنو عملاك؟ أبردكم شوية على هوا؟ أبردكم مش تبردون. أنا صرت حلاق أنا بالبيت، زلف طويل وزلف زلف قصير. هسه حاليا بالقسم مال شو يسمونه هذا؟ شو اسمه؟ علوم حياة؟ أجي هنا وما طب قسم الأسنان خبل لازم. مش وشوكو ماكو يعني. ما طلعتك بذاك الفلوق؟ لا طلعك بهذا الفلوق الثاني؟ ايه. يلا راح اطلعك وقول لهم. قول لهم شو؟ قول لهم قول لهم اشتركوا بالقناه. اشتركوا بالقناه. ايه. زين تحسين ملاك؟ تعال نزل تعال. هسه نروح لقسم التسجيل. طبعا هاي ختاميه لكليتنا، ان شاء الله نلتقي يوم السبت. بس رايحين للبيت. الجو كله صار حار هسه تقريبا الساعة 12:05. شو
çocuksu bir sevinç başlar içimde. Seni gördüğüm zaman sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam. Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam. Neyim varsa alıp götürsünler benden, paylaşmaya hazırım inan, inan. Yalnız seni paylaşamam. Yalan هذا الازدحام. هسه احنا حاليا هو الازدحام جوا الجسر، بس شنو الازدحام ما اعرف، على شنو مزدحمين ما ادري. كل شيء ماكو، لاكو حادث لاكو صيانه. هواريو هواريو لحيت بالهواريو. هلو. طبعا الفلوق عبارة عن قعدنا الصبح رحنا للكلية، افترينا استفسرنا بكم سؤال، رحنا تقدينا وتريقنا وتعشينا، هي وجبة واحدة صارت. وحس حاليا راجع للبيت والشمس ذبحتني، ولكن وصلت البيت ثاني ما بقى لغير 100 متر. طبعا هسه رايح للوسبالت اجيب كيف مالتي عطلان، واقف بيه الفان فراغ، روح نجيبها عمي. بس دروح روح ما وتتني انت، سيارتك عالية بس ترى والله العظيم، اذا اريد اسابقك ما اخليك بجيب الورا. يلا روح يلا. وحاليا راح اصل، هو صاير يم جسر حي الجهاد. حاليا اخذنا المكيف هذا 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 هذا، وهسه رايحين نشدو بالغرفة. بسم الله نزلن. لازم اسهر ليالي ولا مهم انشغل بالي، المهم اسهر ليالي لا مهم انشغل بالي، المهم انت حبيبي وماكو غيرك بالوجود بالوجود بالوجود. Thank you.
نفسه رايح للبيت بالشكل المكيف، واذا تردون يعني ايش تصوير جوله كامله للعامريه على قولي واصوركم، اذا اردتوا اذا ما اردتوا ان شاء الله والله ما اصرف يعني، بس يعني من المحتمل واحد مشتاق للعامريه ويريد يشوفه كله، بس لازم شرط اصور لو بس 6 الصبح لو ب 12 بالليل، فاحسن شيء الصبح هيك اوقات ظهريه ماكو ازدحام.